الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فاق العقول، فاق العقول. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. الإنسان فينا بيبقى ماشي في حاله في الحياة، ولكن السلام والهدوء اللي هو بيبغيه وبيعيش فيه، خصوصا لو كان إنسان طبيعته أنه مسالم، يفاجأ بأمور معاكسة وحاجات توتر وتخوف وممكن تزعجه. طب يصرف إزاي؟ ده أنا ببعد عن المشاكل وأنا مش غاوي مشاكل، طب أتصرف إزاي؟ الحاجات دي ربنا بيسمح بيها؟ طب ليه؟ تعال نشوف الحل في القصة بتاعتنا دي. قصتنا حصلت في صعيد مصر. عندنا طالبة جامعية موجودة في أحد الكليات بمحافظة المنيا وبتتلقى دروسها، وساعات الدروس دي تطول لغاية العصر المغرب، وهي ساكنة أصلا في بني سويف، مكان إقامتها مع أهلها في بني سويف، بتركب مواصلة وتروح ترجع لبيتها كل يوم وماشية في حياتها كويس. وبعدين أحد الأيام خلصت متأخر وقامت تروح، فركبت ميكروباص عشان يوصلها من المنيا لبني سويف. الوقت كان متأخر، فركبت الميكروباص ولقت ان في عدد قليل راكبين، ميكروباص مش زحمة، فهي صلت وقالت يا رب حافظ عليا ووصلني بالسلامة لبيتي. ومرت الدقائق وكل شوية واحد ينزل في السكة في المكان بتاعه، وهي مستمرة في الصلاة تقول يا رب خلي بالك مني، خلي بالك مني. قعدت تصلي تصلي تصلي، وبعدين لاحظت ان كل الموجودين في الميكروباص نزلوا، ما فضلتش غير هي بس قاعدة ورا السواق. وبدأت هنا تحس بالخوف، انا لوحدي، طيب يا ترى السواق هيكون كويس ولا متعب ولا يتصرف معايا ازاي؟ فقعدت تصلي بزيادة، زادت الصلوات وتقول يا رب ما تسيبنيش، وحتى كنت انا لوحدي بس انت معايا، انت مش هتسيبني. وقعدت تصلي وتصرخ من قلبها لا خليك معايا يا رب. زاد الخوف بتاعها ان لاحظت انه السواق بيبص لها بنظرة شديدة وصعبة من خلال المراية. وبعدين رفعت عينيها للسماء وقعدت تنادي ربنا، ولاحظ السواق اللي بيبص عليها من خلال المراية ان هي رفع عينيها ناحية السماء، فأظهر استهزاؤه باللي بتعمله ده، يعني عمل حركة كده او صوت بينت ان هو مستهزئ باللي بتعمله. هي قالت له الحقني يا رب، كل ما يجي لها خوف وزعر تقول له لا الحقني يا رب وانت لازم لازم هتيجي. ازدادت الصرخات ما نزلتش عينيها من على السماء وقعدت تصلي لا هتيجي يعني هتيجي. بعد هذا الالحاح
فوجئت بحاجة ما يتيش على البال أبدا. لقت إنه الميكروباص وقف. بصت لقت في الشارع في ضابط بوليس وقف الميكروباص. وبعدين لقت الضابط ده راح فاتح الباب وقال له رايح فين؟ قال له أنا رايح مكان فلان. قال له طيب أنا برضو عايز أروح نفس المكان. قال له اتفضل يا بيه. يعني كان خايف شوي، بان عليه خوف السواق. ركب الضابط كان بيه جنب السواق، وسأل السواق وقال له وصل الأنسة دي الأول وبعدين وصلنا أنا. قال له حاضر يا بيه. وساء فعلا وصلوا لبني سويف. بعدين سألها انت ساكنة فين؟ قالت للضابط انا ساكنة في الحتة الفلانية، شارع ايه؟ شارع كذا. قال له وصلها لغاية البيت. بقى مش عارفة تقول لربنا ايه، تبعت لي ضابط مخصوص ورايح في نفس المكان، ايه ده؟ اشكرك يا رب ويوصلني بيتي كمان، يعني حتى ما مشيش خطوتين ووصلها فعلا لغاية بيتها. وسواء عرف شافها طالعة في البيت يعني وصلت لغاية بيتها، بس كانت هي مش عارفة تشكر ربنا ازاي. والسواء مشي بعد كده بالميكروباص بتاعه. البنت طلعت جري بقى على بيتها وخبطت ودخلت ولقوها مالها مالك؟ قالت لهم لا لا ده حصل معايا حاجة فظيعة النهاردة. ايه؟ قعدت حكت لهم الحكاية وازاي كانت هي مرعوبة وخايفة، وازاي انه الناس كلهم نزلوا من الميكروباص اللي كان عدد قليل فيه وفضلت هي، والراجل نظراته صعبة ليها وهي فاهمة قالت نظرات مش عادية، فكانت قلقانة وخايفة قعدت تصلي 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 تصلي. وفي الاخر بصت لقت ان الضابط وقفهم وركب الضابط معاها، والضابط قال نوصل الاخت دي الاول، ان وصل للانسه دي الاول، ووصلوا فعلا وصلوني لغايه البيت، مش بس سابوني في السكه يعني. فالحمد لله بالسلامه، ويعني طبطبوا عليها وشكر ربنا ان ربنا رجعها بالسلامه. بعد ما وقف وصلوا بقى وشكر ربنا على النعمة دي وقالوا له يا رب زي ما انت معانا ما تسيبناش ابدا، وزي ما حافظت عليها حافظ علينا على طول، وناموا مستريحين. تاني يوم الصبحية شوف المفاجأة دي بقى اللي شبك تيجي على بال حد، عارفينها؟ لقوا ايه؟ لقوا الباب بيخبط بتاع الشقة. فتحوا شوفوا مين فتحت البنت. عارفين لقت ايه؟ لقت سواق بتاع الميكروباص قدامها. راح تراجع الورق قال لها ما تخافيش ما تخافيش، انا 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 جاي اقول لك على حاجه كويسه. فقالت له ايه؟ قال لها انا جاي مش عارف اقول لك ايه، عايز اسالك على ربنا بتاعك ده، ربنا بتاعك ده بيعمل حاجات عجيبه. الاب جه الام جه جم ما قالك ايه؟ قال لهم لا انا يا جماعه انا مش جاي اعمل اي حاجه وحشه، ما تخافوش مني، ده انا جاي عشان اقول لكم ربنا بتاعكم ده قوي كده ليه؟ ايه القوه دي؟ الاب قال له اتفضل. دخلوه ولاحظوا انه بيتكلم فعلا بهدوء وبمحبه مش حاجه وحشه. وبعدين قال لهم يعني انا كنت بصراحه بعترف لكم انا كنت ناوي شر وكنت مدبر اذي بنتكم، وانا بفكر في كده وكنت عمال يعني بستهزأ بالصلاه بتاعتها عماله تبص لي ناحيه السماء، انا قلت ولو وهعمل اللي انا عايز ولا يهمني، وفوجئت بموضوع الضابط ده ما اعرفش طلع لي منين، انا طبعا خفت اول ما شفته. وبعدين ده ضابط رتبة وركب معانا، وبعدين قال لي يلا طريقك طريقك يا اسطى. انا مشيت
انت رايح فين؟ قال لي رايح طريقك. مش رايح كذا؟ قلت له قال لي انا جاي معك. مشيت وبعدين قال لي وصل للآنسة، وصلتها لغاية البيت. بعد كده قلت له أوصل حضرتك بقى؟ قال له أيوة. عارفين بعد كده حصل إيه؟ قالوا له إيه؟ قال لهم بصيت على الكرسي ما لقيتوش، ما لقيتش الضابط، الضابط اختفى، راح فين؟ الله، يبقى ده مش بني آدم، لا ده حاجة تاني. أنا خفت جدا، إيه اللي بيحصل معايا ده؟ ده إيه ده؟ روح جات لي؟ إيه اللي حصل ده؟ إلهه ده عظيم 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 قوي 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 قوي. أنا مش عارف أقول لكم إيه. أنا تبت على الغلط اللي أنا كنت ناوي أعمله. مش كده بس، أنا شايف إلهكم ده أعظم مما أتخيل. إزاي حصل كده؟ قولوا لي ده بيعمل إيه إلهكم ده؟ وبدأوا يكلموه بشويش عن إن ربنا إزاي حنين وبيهتم بأولاده، والمسيح بيسمع أي حد يستجيب ليه، وعشان كده بنتنا لما طلبته أرسل لها النجدة من عنده اللي هو الضابط ده. وطلع بقى زي ما أنت بتقول، إحنا ما نعرفش، لكن من كلامك واضح إن هو يا ملاك يا واحد من القديسين. إزاي يجي كده وينقذ بنتنا ويغيرك؟ قال لهم أنا مش عارف أشكركم إزاي. ده اللي حصل معايا النهاردة ومبارح، ده غير تفكيري، غير كل حاجة. أنا لقيت نفسي بتغير من الشر وعايز أعيش حياة كويسة. أنا متشكر 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 قوي قوي. وخرج من عندهم وهم فرحانين أكتر. وقفوا بعد كده صلوا تاني وشكروا ربنا اللي بيعمل معاهم معجزات. ليست هناك خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة، فهي قلب جديد يمنحه الرب للخطاة وذلك ليحبونه، فهي بدء الطريق إلى الله وكذلك رفيق الطريق إلى النهاية. شايفين ربنا بيسمح بالضيقات لي عشان إحنا نمسك فيه ونصلي، عشان نطلبه ونختبر قوته فعلا. ربنا مستعد يعمل معجزات كل يوم وينقذ ولاده ويحافظ عليهم، بس عايزين احنا نلتجئ اليه. نفسي ناخد تدريب الاسبوع ده، انه لما جيلك ضيقة اطلب ربنا ولح عليه، ولو استمرت الضيقة اقعد لح تاني وتالت وعاشر، اوعى تسيبه لغاية ما يتصرف، وثق انه هيتصرف. ده تدريبنا، ان احنا نصرخ الى الله في كل ضيقة صغيرة او كبيرة ونلح عليه، وساعتها هنشوف عمله في حياتنا، هيطمننا ويدينا سلام ويحفظنا بكل خطواتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول.